نعيش اليوم الأول من افتتاح فعاليات الأبواب المفتوحة اللي كتنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، إيمانا منها بترسيخ مبادئ شرطة القرب كذلك الأمن التشاركي، حيث سبق تنظيم هذه التظاهرة بكل من مدن الدار البيضاء، مراكش وطنجة. ونظرا للنجاح اللي عرفتها الدورات هذه، ارتأت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة تنظيم هذه التظاهرة على مستوى مدينة فاس العاصمة العلمية. فعاليات الأبواب المفتوحة من خلالها كيكون فضاء تواصلي مهم ومباشر مع المواطنين، بحيث أن المديرية العامة للأمن الوطني كتمكن جميع المواطنين من كيطلعوا التطورات اللي عرفتها المديرية العامة للأمن الوطني، سواء على مستوى البحث العلمي أو على مستوى اللوجيستيك. كذلك الأروقة كتبين جميع الوظائف لاختصاصات المديرية العامة، وبها كذلك أروقة خاصة بمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. على رأس هذه الأروقة أطر أمنية كتشرح للمواطنين كيفية الشغل ديال ديك المرفق أو ديك المصلحة. كذلك كاين قاعات الندوات اللي من خلالها كيتم مناقشة مواضيع ذات الصلة، سواء متعلقة بحقوق الإنسان أو إلى ما غير ذلك. وحنا فخورين بهذا التقارب وهذا التواصل المستمر مع المواطن. هذه الأبواب المفتوحة غتكون من ابتداء من اليوم إلى غاية 21 من هذا الشهر. كنتمنى أن الزوار يكون العدد ديالهم مهم، بحيث كتطلع المديرية العامة للأمن الوطني أن يوصل العدد المليون زائر. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.